الثمن ونلقى الصعاب بصبر الجبال ونلقى الأستاذ عبد الصمد الإدريسي تحدث بلغة بليغة أشكره عليها حينما قال لقد زرت المحاكم لكنك لم تزر ضمائر القضاة. وأن لي ذلك يا أستاذ، وأن لي ذلك. المشكل اليوم وغدا هو ضمائر الناس، سواء كان هؤلاء الناس قضاة أو أطباء أو صحفيين أو صحفيين. متى نتحدث عن الصحافة؟ هناك جريدة تخصصت في الكذب والافتراء على العدل والتنمية، ماذا نفعل يا أخي؟ نجعل ذلك ضريبة ديال الحرية، بالرغم من أن هذه الحرية تمنحنا هذا النوع من العدوانية. لا بأس، كل حاجة عندها ضريبة. أقول لكم بأن إصلاح المهن القضائية هو يعني ركن ركين من الإصلاح الشامل والعميق الذي نحن بصدده. ولكن أستاذ إدريسي، ليس بإمكاننا أن نقوم بكل شيء في وقت واحد. نحن الآن نشتغل على القضاء نؤسس استقلاله. إذن هذهما القانونين التنظيميين اللي تكلمنا عليهم اليوم أساسيين استجابة للدستور. غنشتغلوا على الحقوق والحريات من خلال قانون المسطرة الجنائية والقانون المسطرة المدنية. احنا الحمد لله من هنا لآخر السنة موجود داك الشيء. كنشتغلوا على النجاعة القضائية من خلال المسطرة المدنية، موجود داك الشيء. كنشتغلوا على الضمانات التي ينبغي أن تكون في مدونة التجارة من خلال ما هو معروف الباب الخامس المتعلق بالتصفية القضائية. احنا كنشتغلوا عليه إلى غير ذلك، ولكن ليس بإمكاننا أن نشتغل على كل شيء. وسنة 2015 هي سنة المهن القضائية. هذه حضرات الإخوة والأخوات من الشباب والحاضرين ردود أولية، وأنا متأكد أن تدخلاتكم سوف تزيد النقاش عمقا وستزيد إن شاء الله تألقا ووضوحا. شكرا. شكرا أستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.